السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر محمد مختار، معلم أول لغة الإنجليزية. أعزائي طلاب الصف الثاني الإعدادي، النهاردة عندنا أسئلة على كلمات وقواعد الوحدة الثالثة، بنراجع مع بعض. السؤال الأول: choose the correct answer from A, B, C or D. اختار الإجابة الصحيحة. A teaches people، بيعلم الناس how to play، إزاي يلعبوا، or improve a sport، أو يحسنوا رياضة. يبقى على طول coach اللي هو المدرب الرياضي. A knows how to look inside the body، يعني يعرف كيف ينظر إلى داخل الجسم. To help people who are ill، عشان يساعد الناس المريضة. يبقى مين دوت؟ طبعا أكيد السيرجن اللي هو الجراح. A does experiments، بيقوم بإجراء التجارب. To study، علشان يدرسها. And find out about how things work، ويكتشف إزاي الأشياء بتعمل. طبعا مين دوت؟ ده الساينتست اللي هو العالم، بيعمل experiments، do experiments طبعا، يجري التجارب. A helps people or animals that need help، بيساعد الناس أو الحيوانات اللي بتحتاج المساعدة. طبعا مين؟ أكيد a charity worker، يعني عامل الجمعية الخيرية. A helps people who are poor، بيساعد الناس الفقيرة. سك المريضة، or don't have a home، أو ليس لهم بيت. مين بقى؟ للتشيريتي بقى نفسها اللي هي الجمعية الخيرية. There is the area outside a city، منطقة خارج المدينة. Where there are farms، فيها مزارع. And lots of nature، وكثير من الطبيعة. طبعا الكانتري سايد، الريف. A terrible event such as an earthquake is a، يعني حدث فظيع مثل الزلزال بيكون ايه يا شباب؟ طبعا natural disaster اللي هو كارثة طبيعية. A is someone who works for no money، شخص بيعمل مقابل من غير مقابل، يعني من غير فلوس. To help people، عشان يساعد الناس. طبعا ال volunteer اللي هو المتطوع. If you are، لو انت، of someone، من شخص. You feel pleased with them، بتشعر بالسرور منهم. This is because you think they are or have done something very good، ده لأن انت بتعتقد ان هم عملوا شيء جيد جدا. طبعا يبقى لما نكون proud of someone، فخور بشخص. And is something serious، حاجة خطيرة. Or dangerous، طبعا يا جاد أو خطير. That you need to do something about، دي ايه؟ الامرجنسي، الطوارئ يا شباب، الحاجة الطارئة، بتكون حاجة جادة وخطيرة. serious and or dangerous. ياسر was doing a school project، كان بيعمل مشروع مدرسي. someone in his family، طبعا ايه؟ with someone in his family، تمام، مع شخص في أسرته. ياسر's great grandfather، جد ياسر الأكبر، lives in the، بيعيش في، where he works on a farm، حيث يعمل في مزرعة. طبعا يبقى أكيد بيعيش في الكانتري سايد، في الريف. He was a for the Red Crescent، هو كان إيه للهلال الأحمر، اللي هي طبعا مؤسسة الهلال الأحمر يعني. طبعا كان إيه؟ كان volunteer، كان متطوع. He helped when there was a، هو ساعد عندما كان في، or a health problem، أو مشكلة صحية. طبعا لما كان في disaster، كارثة. ياسر is very of his great grandfather، ياسر كان إيه؟ بجده الأكبر. طبعا very proud of، فخور جدا بيه. My grandmother was born in 1955 and my was born in 1922، جدتي اتولدت 1955 وولد 1922. يبقى مين بقى؟ الجريت جراند ماذر طبعا، علشان دي الجدة الأكبر بقى، اللي هي أم الجدة. نلاحظ طبعا إن التاريخ أقدم من 1955. When you are older، عندما تكون أكبر سنا. Do you want to live in a city or the، هل تريد أن تعيش في مدينة؟ أو أيوة the countryside، أو الريف. You can only open this door in،
يمكنك فقط أن تفتح هذا الباب في إن إيه؟ أيوة إن إيمرجنسي في الطوارئ. منى's mother والدة منى is at the hospital في المستشفى. They don't pay her any money مش بيدفعوا لها أي فلوس. يبقى إيه طبعا؟ volunteer اللي بيشتغل بدون مقابل، volunteer اللي هو متطوع. The earthquake was the second in the city this year. The second disaster كانت الكارثة الثانية في المدينة هذا العام. My sister passed all her exams نجحت في كل امتحاناتها with good marks بدرجات كويسة and we are very of her طبعا we are very proud of her احنا فخورين جدا بيها. I always give money to دايما أعطي المال إلى that helps poor children اللي بيساعدوا الأطفال الفقراء يبقى to charity أكيد charity اللي هي الجمعية الخيرية. Take in air and help us to breathe طبعا بتاخد الهواء وبتساعدنا نتنفس يبقى ليه اللانجز تمام الرئات أو الرئتين. That tells the parts of our body what to do يخبر أجزاء جسمنا ماذا يفعل طبعا الايه يا شباب البرين برافو برين اللي هو المخ مش الهيد مش الرأس خلي بالكم. The bumps blood around the body يعني بيضخ الدم حول الجسم يبقى ده ايه يا شباب ايوه the heart القلب. This football has no air inside الكرة دي ما فيهاش هوا جواها. I need a to fill it عايز ايه علشان املاها طبعا pump المنفاخ أو المضخة. آدم fell off his bike وقع من على عجلته and has a big on his arm وبقى عنده حاجة كبيرة كده في دراعه إيه طبعا يا شباب cut جرح كبير. لينا's cousin is in hospital ابنة عم لينا في المستشفى with an eye بعين إيه infection بعدوى في العين أيوة يبقى eye infection. You should those tomato plants in the garden. طبعا ينبغي انك ايه ايوه plant this tomato plants نباتات الطماطم دي في الحديقة. Dirty water from a river can الماء القذر اللي في النهر يمكن you if you drink it ممكن يعمل فيك ايه لو انت شربته. Can infect you يعديك صح شباب؟ لأن كان والمصدر طبعا الفعل في المصدر infect. The meat into small pieces before you cook it طبعا بيقول cut the meat طبعا قطع اللحمة إلى قطع صغيرة قبل أن تطبخها. A is an event حدث when people try to get a prize الناس بتحاول تكسب فيه أو تحصل فيه على جائزة طبعا الكومبيتيشن اللي هي المسابقة أو المنافسة. You can give money to يمكنك أن تعطي المال لي to help poor people عشان يساعدوا الناس الفقراء طبعا اللي charity اللي هي الجمعية الخيرية أكيد. Is for younger people للناس الأصغر سنا طبعا يبقى مين يا شباب الجونيور طبعا جونيور اللي هو الناشئ يعني. Is for a girl or a woman للبنت أو السيدة على طول female اللي هي أنثى طبعا. Is for older people للناس الأكبر سنا يبقى senior senior طبعا للناس الأكبر سنا اللي هو الخبرة الناس الخبرة بقى. طيب in 2016 سنة 2016 a shark عمر and he lost a leg يبقى هنا شباب سنة قديمة اهي في الماضي تمام يبقى أكيد a shark سمكة القرش attacked عمر هاجمت عمر وفقد ساقه. Before سميرة موسى in 1952 قبل سميرة موسى في سنة 1952 she was Egypt's first female nuclear scientist كانت أول عالمة نووية أنثى مصرية أو في مصر طبعا إيه يبقى في السنة دي قبل ما إيه ما تموت died. In 1995 سنة 1995 مجدي يعقوب طبعا تاريخ في الماضي هو شباب يبقى ايه started بدأ a charity جمعية خيرية to help children
with hair problems أو with heart problems، طبعا بمشاكل اللي عندهم مشاكل في القلب. طيب، هدية هانم بركات was born into a rich family، ولدت في أسرة غنية 1898، سنة 1898. يبقى إن فعلا قبل السنين in 1898. عمر was 22، عايز يقول عندما عمر كان عنده 22 سنة، a shark attacked him and he lost a leg. يبقى عندما، يبقى when عمر was 22. مجدي يعقوب was born، أيوة، in 1935 قبل السنين. He then helped people with heart problems، ساعد الناس اللي عندهم مشاكل في القلب. Many years، يبقى for many years، لمدة كثير من السنوات. مجدي stopped most of his work، وقف كل عمله أو معظم عمله as a surgeon، كجراح، a long time ago، فعلا منذ وقت طويل. She helped to look after poor people، ساعدت علشان تعتني بالأطفال الفقراء. In Egypt، في مصر، أيوة، 1920 to 1969، يبقى from to، أيوة، هنا عشان خلي بالكو، يبقى from to يعني من إلى. Are you taller your brother؟ طبعا عندنا صفة آخرها ER، يبقى taller than، هل أنت أطول من أخوك؟ My uncle a firefighter but now he is a police officer. يبقى عمي كان رجل إطفاء لكن الآن هو ضابط شرطة. يبقى إيه؟ My uncle used to be اللي هو اعتاد أن يكون رجل إطفاء، بس لكن دلوقتي هو بوليس أوفيسر، ضابط شرطة. Last year I went to Cairo and a fantastic museum. went، وعندنا and أداة عطف، يبقى لازم ماضي بسيط برضو، يبقى visited. ليه؟ عندنا شباب احنا عارفين ان and أداة عطف لو قبلها ماضي بسيط بعدها ماضي بسيط، قبلها ماضي مستمر بعدها ماضي مستمر، قبلها مضارع بسيط بعدها مضارع بسيط، وهكذا. دينا give money to a charity but now she does، لكنها الآن تفعل. يبقى ما كانتش متعودة تعطي فلوس للجمعيات، يبقى إيه؟ didn't use to، علشان بيجي بعدها المصدر وجيف هنا مصدر كمان، didn't use to. did حسام حسن be the captain of the Egyptian football team؟ عندنا did، أول ما ألاقي did يبقى لازم مفترسة، يبقى used ما تنفعش، ولا used دي، يا إما دي يا إما دي. طيب أنا عندي هنا be في المصدر، يبقى used to. يبقى ضد حسام حسن، هل حسام حسن اعتاد أن يكون كابتن فريق كرة القدم المصري؟ طيب، see the film about the earthquake on TV last night، ده سؤال يا شباب، شايفين؟ أو يبقى إيه بقى؟ يبقى هل هنا بيتكلم على حاجة كان معتاد يعملها؟ لا، ده هو بيقول لك هل رأيت الفيلم اللي على الزلزال، عن الزلزال في التلفزيون الليلة الماضية؟ مش حاجة زمان كنت متعود أعملها، لا، يبقى did you see، اللي خلاني أصلا ما اختارش do عشان عندي last night أهي، last night، يبقى ما ينفعش ولا do ولا are، كانت يا إما did you use to أو did you، بس هنا last night الليلة اللي فاتت، الليلة اللي فاتت ديت حاجة ماضي، حاجة حصلت في الماضي وانتهت يعني. Did you see the film about the earthquake on TV last night؟ Egypt's football team، فريق كرة القدم المصري، The Africa Cup of Nations in 2010. يبقى ايه؟ سنة 2010، يبقى فاز بالظبط كده، تمام، يبقى won، تمام، فاز بكأس الأمم الأفريقية سنة 2010. My grandfather football when he was young، كرة القدم عندما كان صغير السن، but he can't walk now، لكن لا يستطيع أن يمشي الآن. يبقى ايه طبعا؟ أيوه، used to play، اعتاد أن يلعب كرة القدم لما كان صغير. ديد علي، طبعا أول ما بتيجي ديد عارفين يبقى المصدر على طول، يبقى ما ينفعش went مثلا، ما ينفعش used، تمام، ما ينفعش goes، شايفين؟ يبقى go، ديد علي go to the shops yesterday.